يسجل أهداف. بنزيما كذلك كان في لو أصبح الحلول كما قلت، الحلول دائما. الريال في المباريات الأولى بداية الموسم يخلق فرص تقريبا 20. بإمكانه أن يصل إلى هذا الرقم رقم الموسم الماضي 7، يجر الفريق إلى الفوق ولا يقوة إلى الأعلى. هو القاتل، هو خلى الفريق يقدم مستوى جيد ضد باريس سان جيرمان. رونالدو أهم في المباريات المتبقية، سواء في الدقة يمر فترة صعبة، هو يحاول أنه يعني ينتج مباريات. كان اليوم هو حاضر، وغاريث بيل والفريق الآخر بالطبع كان قد حقق عين مقابل هدف واحد في مونتيليفي. هناك حارس هو الحارس ريال مدريد هذه الليلة. التعرف على الإجابة نتحول لملاقاة زميل حفيظ دراجي الذي سيتولى التعليق على أحداث هذه المباراة. زميل حفيظ مساء الخير. إليك أيضا لضيفيك العزيزين في مدريد، ومباراة ليستضيف الفريق الكتالاني جيرونا في أول موسم للفريق العائل الفنيين ريال مدريد الفائز طرق وفي كل المناسبات والمباريات حتى أنه أفضل. أسينسيو دخل، أسينسيو ولولو ممنوع المخالفات في مثل هذه الأماكن أمام الريال، مخالفة صعبة وخطيرة جدا. استعد أسينسيو، رونالدو ولولو من أروع ما يكون من بونو، والروعة كانت في الأول من رونالدو. كنت أقول بأنه استعاد قواه واستعاد قدراته ومهاراته مع أن يثبته في بداية الموسم. توني كروس يرفع كرة بعيدا أمام، تغطية دفاعية ما زالت الخطورة. فاران بالرأس، ما يفضل الكرة في العمق لوكاس فاسكيز، وراحت سهلة لي. الدفاع، بنزيما استلم الكرة، أوبا با 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 جول. كرة من أروع ما يكون من كريم في اتجاه لوكاس فاسكيز. بنزيما في واحد من أسوأ مواسمه في ريال مدريد، سواء من حيث اللعب أو من حيث التهديف، لم يسجل سوى 4 ولكنه مرر 7. وكاسيلو على الجهة اليسرى، مارسيلو، الدفاع الريال التي أزعجت وأقلقت لاعبي جيرونا. وركلية أخرى، ما زال عنده الكرة، يبحث عن راس جيواني مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة تماما، يلحق الزي ما زال. أولولا قوية تسديدة من كيلور نافاس، استلام رائع للكرة في القائمة الثانية. وكيلور رونالدو وما زال. وركنية أخرى لقاق الحكم المباراة الثالثة، اللعبة من أروع ما يكون. رونالدو يرجع لتوني كروس، والجول بابا 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 باليسرى يسجل، باليمنى يسجل، بالرأس يسجل، مسيو جول. رونالدو يسجل هدف آخر، رونالدو يبقى هداف سنة 2018، يسجل هدف 19، هدف 15 منذ بداية لازمة. صاحب ثنائيات عديدة منذ بداية السنة، سجل ثلاثية واحدة وست ثنائيات في سنة 2018، يفتح عداده في هذه المباراة ويسجل جول. لعبة من أروع ما يكون بين مارسيل للوكاس فاسكيز. لوكاس فاسكيز، رونالدو متسلل متسلل متسلل، نعم وضعية تسلل هنا من كريستيانو رونالدو. مويكاو كارفاخال، رائعة، توزيعة من أروع ما يكون، والرأسية من هنالك كانت من بارتو الذي لحق. شوف التوزيعة، الرجال اليسرى واليمنى، رونالدو استلم هذا خل بيمنى. هذه المرة تسديدة من كريستيانو رونالدو الذي استعاد شبابه في الأسابيع القليلة الماضية. للاعب جرانيل يوصل علي غارسيا في القائمة، تنفيذ هذه الركنية تلعب مع غارسيا، جرانيل يطلبها، غارسيا دخل، التوزيع في القائمة الثانية. الكرة البعيدة الرائعة لبنزيما استلمها ورقبها كريم، دخل بنزيما بهذا الشكل. أسينسيو وبونو، كنت أقول بأنه عندي مدة لم أشاهد الريال في الربع ساعة والعشرين دقيقة الأولى بهذا النمط وهذا الشكل من اللعب، هذه الحيوية وهذه الحركية وهذا التبادل الأماكن وهذه الهجمات. سلم الكرة على جهة الأسرة، لوكاس فاسكيز رجعت له، لوكاس وبين أحضان بونو، محاولة التسديد في الزاوية البعيدة من لوكاس فاسكيز. روس، أوبا با با با، رائع، يا سلام، تمريرة من أروع ما يكون. لوكاس فاسكيز ورونالدو يقولان لمويكا، مويكا وتوزيعاته الرائعة في القائمة الثانية. ومارسيلو لدعت الكرة تسترجع بسرعة، دخل مدخل عمليات كرة خطيرة، ينفذ هذه رونالدو.
بابا من أروع ما يكون، يسجله كريستيان ستيواني ويعدل النتيجة ويسجل هدف السادس عشر، هدف الثامن بالرأس. هو أفضل مهاجم في إسبانيا مسجل بالرأس 7 قبل مباراة اليوم، وهذا هو هدف الثامن أمام دفاع يتفرج على ستيواني، جاء من الأوروغواي وضربها بالرأس وحطها في اللاعبين فريق جيرونا. بنزيما رونالدو رونالدو تسديدة قوية سقط من كريستيانو رونالدو، سقط معها ياسين بود على عليها رونالدو أسينسيو، صاروخ أرجو من أسينسيو حطها في الزاوية اليسرى، وياسين بود يبدع مرة أخرى ويخرج الكرة للتماس. الكل كان ينتظر رونالدو بما فيه أنا وأنتم أكيد، لكن كرة يجد مارسيلو، كرة ممتازة لرونالدو استلمها موج متسلل، لا الحق مويكا على الجهة اليسرى والتوزيع ولا يمنى ببراعة ورغبة خل وكوفاسيتش، وما زال رونالدو يستعيد لتنفيذ هذه المخالفة، وبولو يلحق على هذه الكرة بعد ما ضرب زي ما هذا الموسم توزيع رائع، هو ثاني وثالث أكثر أحسن فريق مسجل أهداف من كرة ثابتة، 18 هدفا من كرة ثابتة، وكل شيء على عناصر الريال. كارفاخال توزيع القائمة الثاني ولا على الطائر مثل ما جاءت بضربة مقصية، رونالدو كاد يسجل هدف ولا أروع بهذا الشكل، والتغطية كانت من إسبينوزا يا لوكاس فاسكيز إلى الكرة با 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 تسجيل الأهداف، تسجل هدف ثاني للرال، ثنائية سابعة منذ بداية السنة لرونالدو، هدف التاسع عشر كريستيانو رونالدو، هذا الهدف العشرين رونالدو هذا الموسم في الدوري، هدفه رقم 35 هذا الموسم. البلدوزر عاد، رونالدو عاد، قال عنه زيدان بأنه جاء من كوكب آخر. الكرة عجلة اليمنى مافيو استلمها وتوزيع بين أحضان، أرجع لمارسيلو الدفاع ترجع أسينسيو، كوفاسيتش كوفاسيتش أسينسيو بتسلل، ما زال عنده الكرة، يرجع مع توني كروس، كرة خطيرة والحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ لشتيواني والبطاقة الصفراء. خلاص يا شتيواني الحكم صفر لك خطأ، ماذا تنتظر؟ ماذا تبحث يعني الآن؟ تحب يخرج النفاس في هذه المخالفة تنفذ يا مويكا، هايلة لمارسيلو، كاد يسجل ثلاثية أخرى ريال رونالدو. ممتازة من ناتشو، بورتو القائمة الثاني، كارفاخال ترى كريمو با 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 جول، لعبة أخرى من أروع ما يكون من كريم، بنزيما لرونالدو، رونالدو للوكاس فاسكيز، لوكاس فاسكيز بيمنى حتى على يسار بونو وسجل هدفه الرابع هذا الموسم، الهدف الثالث للريال. هجمة من أروع ما يكون على الجهة اليسرى هذه المرة، انطلق بنزيما مرر لكريستيانو بدوره للوكاس فاسكيز وجول. شوف اللعبة كان الأصل فيها بنزيما ثم مارسيلو ثم كريم بسرعة مثل ما جاءت اليسرى، تنفذ المخالفة صعبة صعبة كثير، كوفاسيتش يلعب على الجهة اليسرى وركنية الثانية، يرجع لأسينسيو التوزيع الرائع أسينسيو، يو 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 جول رونالدو، كريستيانو رونالدو يسجل هاتريك الثلاثية الثانية له في سنة 2018 بالأربعة، الريال يضرب أمام جيرونا، رونالدو في أفضل أحواله، رونالدو في أفضل الأماكن، رونالدو في أحسن توقيت، ركلة بنزيما صدها الحارس وكان بالمرصاد روس رونالدو، مصنع تسجيل الأهداف لريال مدريد في سنة 2018، يبدع يسجل هدف يا فاضل، جول جول جول
الثاني لجيرونا بالراس. شتيواني يسجل ثنائي اليوم وكذلك هو يسجل هدفه 17 هذا الموسم بالراس في غفلة من دفاع فريق الريال أمامه الشاق الموجودين في سانتياغو برنابيو. من كرة ثابتة لعبت من هنالك والدفاع يتدخل ويخرج هذه الكرة.